ولكن خلونا ناخد سؤالنا الثاني. وسؤالنا الثاني هو: متى هيعلن اتحاد الكرة عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر؟ كشف مصدر داخل اتحاد الكرة انه من المنتظر ان يعلن اتحاد الكرة عن اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني خلال الساعات القليلة المقبلة، سواء مساء اليوم الثلاثاء او صباح الاربعاء على اقصى تقدير. يعني محتاجين فعلا، زي ما كنت بتكلم، ان اصبح الوقت ضيق جدا، الوقت بقى مفهوش. يعني انت حتى لو هتاخد مدير فني من النادي، محتاج برضه يكون هو عنده خطة بديلة، محتاج يكون عنده وقت كافي ان هو يقدر يشوف مدير فني تاني يتولى المسؤولية خلفا للاسم اللي هيروح منتخب مصر. فان شاء الله يعني مساء اليوم او يعني غدا بالكتير جدا باذن الله يكون الاعلان بشكل رسمي عن مدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني ان شاء الله.